حب أهلنا بالجزائر دوما يثبت بالقول وبالفعل وبالإتباد. مرحبا متابعينا الكرام، وجهنا لكم فيديو جديد وحلقة جديدة على قناة أنا حسام أبو الحاج. بنرحب بكم أحباب الفلسطينيين في كل مكان والعاشقين للقضية الفلسطينية أينما كانوا، والمؤمنين تماما بأن الاحتلال الصهيوني الغاشم المحتل للأراضي الفلسطينية سيزول من هذه الأراضي شاء من شاء وأبى من أبى. هذا الاحتلال لا مكان له بين الفلسطينيين وخصوصا بين إخوتنا العرب وبين الأراضي المقدسة التابعة لفلسطين ولكل من يؤمن بقضية فلسطين. أحبابنا الكرام، دوما نشهد سيرا على نهج قناتنا ومتابعة لإخبار أهلنا بالجزائر، نشهد دوما العطاء الكريم والوفاء والإخلاص من أهلنا في الجزائر لدولة فلسطين ودعمهم ومساندتهم للقضية الفلسطينية على مدار الوقت وعلى مدار الأزمان من أيام ياسر عرفات وأيام هوارب مديم وما قبلها كمان، وهم داعمين للقضية الفلسطينية قولا وفعلا وبإثبات بذلك. كثير من قال أن الجزائر هي بلد شعارات وهي بلد لا تدعم القضية الفلسطينية بالتحديد، هي فقط تريد أن تكسب الإعلام وأن تكسب الوجهاء وأن تكسب الدول بدفاع عن فلسطين، لكن هذا من يقول هذا الكلام هو خاب، لأنه يعني عمره ما حيوصل للمرحلة اللي حتكون فيها الجزائر من دفاع عن فلسطين. أهلنا بالجزائر دوما يدافعون عن فلسطين بكل ما يملكون، يضحون بأرواحهم، يضحون بكل يعني بكل ما يملكون من مال وعتاد، حتى جيشهم على استعداد تام عند تحرير فلسطين لأن يرفع يده ويقول نحن الأوائل في تحرير فلسطين، وأن يأتي اليوم لنقول تم تحرير فلسطين بأيدي الفلسطين والجزائر داخلين القدس ومصر. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قد تحررت فلسطين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والقدس قد خرج منه الاحتلال الصهيوني بإذن الله تعالى. أحبابنا الكرام، كل مرة هذا الكلام بنحكيه وبنعيده وبنزيده تأكيدا للعالم أجمع وخصوصا للدول التي طبعت والتي تعمل المؤامرات ضد أهلنا بالجزائر، لنؤكد أن الحب والوفاء والروح بين فلسطين والجزائر هو قوة مترابطة من عند الله عز وجل. شخص جزائري إحدى المتابعين لإلي عبر اليوتيوب بعت لي شيء يعني إشي أبسطني وأسعدني. هو مهنته أتوقع يعني إن هو بليط بيشتغل في البلاط والرخام يعني، فمن ضمن مهنته بعت لإلي شغال على ناحية خريطة فلسطين، كان هذا إشي عظيم وانبسطت فيه، فبعت لي طبعا الصور، احنا رح نعرض هاي الصورة، هذه الصورة الأولى اللي الماكينة اللي اشتغل عليها، وهي النتيجة اللي طلعت معاه بخريطة فلسطين هنا وهان. وكتب لي تحية إلينا لكم من تحية لكم من الجزائر إلى فلسطين، هذه الحجرة كنا نجهز في بناء المنزل، فإذ بنا تجد هذه الحجرة لبلادنا فلسطين، النصر قريب إن شاء الله. بكل تأكيد النصر قريب، شكرا لك على هذه الهدية المباركة. صراحة أنا ما رديتش عليه عبر الواتس أب، لكن حبيت أرد عليه بفيديو، وأتمنى أن يشاهدني ويعرف أننا نفتخر ونعتز بهذا العطاء، نفتخر ونعتز بهذا الحب، نفتخر ونعتز بكم أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر كبيركم وصغيركم. نحن والله لولا مساندتكم للقضية الفلسطينية ولولا معرفتكم أنكم حريصين دوما على القضية الفلسطينية كان اعتقدنا تماما أن فلسطين نسيت في الدول العربية، ولكن أنتم دوما من تظهرون القضية الفلسطينية في مناسباتكم واحتفالاتكم. شكرا لهذا الشخص الذي نحت خريطة فلسطين والذي يؤكد أن فلسطين موجودة دوما، وعلى جميع العرب أن يستمعوا بأن هناك قضية اسمها قضية فلسطين. كل التحية لأهلنا في الجزائر، كل التحية للدول العربية، كل التحية للدول المخلصة ولكل الأشخاص الذي ما زالت ضمائرهم حية ومؤمنة بقضية فلسطين. وسيأتي اليوم لنقول تم تحرير فلسطين بإذن الله تعالى. أحبابنا الكرام، نشكر كل من يشاهدنا، نشكر كل من يتابعنا عبر هذه القناة المتواضعة، قناة أنا حسام أبو الحاج من فلسطين. نحن لا نريد شيء عندما نخرج ونتحدث عن الدول العربية، فقط نريد أن ندافع عن من يدافع عن فلسطين، لأن قضية فلسطين قضية حق. كلمتنا الأخيرة للاحتلال الصهيوني الذي يعتقد أنه سيدوم في هذه الأراضي الفلسطينية، تأكد تماما
أنك سطرت اسمك في مزابل التاريخ ولا مكان لك بين الفلسطينيين، فبكل تأكيد اليوم وغدا سوف يسطر اسمك في مزابل التاريخ أنت ومن طبعت من طبع معك ومن طبع مع الصهاينة. كل تحية لكم متابعينا الكرام، إلى هنا وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى أن تشتركوا بالقناة، نوصل 100,000 مشترك إن شاء الله في أقرب وقت، ونحتفل بكم ومعكم وبدعم أهلنا بالجزائر. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. عاشت القضية الفلسطينية والقدس عاصمة لفلسطين. إلى لقاء جديد بأمان الله، واستودعتكم ربي. كان معكم حسام أبو الحاج. هذا العمل إهداء من ابن فلسطين حسام أبو الحاج إلى شعب الجزائر العظيم، لمن قال نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. فلسطيني وعاشق أرض الجزائر، أنا كنعاني وفيكم بفاخر. يسلم ترابك يا الأرض الخضراء، يسلم هالشعب الحر وهالذاخر. فلسطيني وعاشق أرض الجزائر، أنا كنعاني وفيكو بفاخر. يسلم ترابك يا الأرض الخضراء، يسلم هالشعب الحر وهالذاخر. هذا العمل إهداء من ابن فلسطين حسام أبو الحاج إلى شعب الجزائر العظيم. يسعد صباحك يسعد مساكي، أرض الجزائر بعشق هواكي. اسأل التاريخ عن اللاجاكي، تشهد الشهداء برضك مدفونة. فلسطيني وعاشق أرض الجزائر، أنا كنعاني وفيكم بفاخر. يسلم ترابك يا الأرض الخضراء، يسلم هالشعب الحر وهالداخل. هذا العمل إهداء من ابن فلسطين حسام أبو الحاج إلى شعب الجزائر العظيم. شعبك الطيب يا هالجزائر، يعيش بمحبة مع طير الطاير. فلسطيني دمي عشق الجزائر، اسألوا عنها الشهداء المليونة. فلسطيني وعاشق أرض الجزائر، أنا كنعاني وفيكو بفاخر. يسلم ترابك يا الأرض الخضراء، يسلم هالشعب الحر وهالداخل. هذا العمل إهداء من ابن فلسطين حسام أبو الحاج إلى شعب الجزائر العظيم. واللي عاديكي مقبور بأرضك، اسأل التاريخ عن عادي مرك. تمحق الغازي وترد العادي، فلسطيني حبك شعبك ميهونة. فلسطيني وعاشق أرض الجزائر، أنا كنعاني وفيكم بفاخر. يسلم ترابك يا الأرض الخضراء، يسلم هالشعب الحر وهالداخل. هذا العمل إهداء من ابن فلسطين حسام أبو الحاج إلى شعب الجزائر العظيم.